الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، السادة مدراء المناطق ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات، السادة الأعضاء المنظمون، الأخوة والأخوات الحضور، أيها الجمع الكريم، أهلاً ومرحباً بكم في حفل ختام الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة وزني مسؤوليتي بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة في إطار جهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مكافحة الأمراض المعدية غير السارية، ويهدف إلى تخصيص أسبوعاً سنوياً لأحد الموضوعات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المسببة لها من أجل تنشيط الفعاليات التوعوية الخاصة بهذا الموضوع. ولقد تم تخصيص الجهود التوعوية هذا العام لتسليط الضوء على مرض السمنة والآثار الخاصة الصحية الخطيرة المترتبة عليها، وأهمية النشاط البدني والغذاء الصحي في الوقاية منها وعلاجها. وبعد أسبوع حافل من الأنشطة التوعوية المتنوعة من ندوات علمية ومعارض صحية ورسائل إعلامية وصلت أصداؤها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، يأتي هذا الاحتفال لإعطاء نبذة سريعة عن الفعاليات التي تمت ولشكر كل من بذل جهداً لإيصال الرسائل التوعوية الصحيحة إلى جميع الفئات المستهدفة. ونرجو أن يكون احتفال هذا العام مقدمة لجهود مستمرة من أجل القضاء على أحد أخطر الأمراض العصر، ألا وهو داء السمنة. حفظ الله بلادنا من كل سوء ووفق أولياء أمورنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد. والآن نبدأ حفلنا مع كلمة راعي الحفل الدكتور قيس لدويري الوكيل المساعد للشؤون الفنية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، ضيوف الحفل الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نلتقي اليوم في حفل اختتام فعاليات الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة لعام 2015 تحت شعار وزني مسؤوليتي. كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي على كريم رعايته لهذه الفعاليات، والذي يجسد أهمية العمل المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات الصحية وبما ينصب بمصلحة دول المجلس، ومما يؤكد على الدور الريادي لمجلس وزراء الصحة واهتمامه بالتصدي لمكافحة الأمراض غير السارية خلال العشر سنوات الماضية لما تمثله من قضية هامة للصحة العامة في دول الخليج، وحرص صانع القرار على إنتاج الأسلوب العلمي السليم لمجابهة هذه القضية من كافة الأوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط كافة فئات المجتمع والقطاعات للعمل في هذا الاتجاه بتنسيق وتناغم لتكون مواجهة هذه الأمراض بحق قضية مجتمع. فيجب العمل سويا للتصدي لها بكافة الجهود وفعالياتها. السادة الحضور الكرام، لقد حرصت دول مجلس التعاون من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي على متابعة التطورات والمستجدات العالمية في مجال التصدي للأمراض المزمنة غير السارية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتبنيها لتوصيات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لهذه الأمراض، وتبني دولة الكويت لإعلان الكويت اللغوية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، والذي صدر في عام 2013 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لدول الشرق المتوسط والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة كأولوية تنموية في يناير عام 2014. ومنذ صدور الإعلان السياسي رفيع المستوى من الأمم المتحدة عام 2011، قامت وزارة الصحة بإدراج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان رصد المستجدات بالنسبة لهذه الأمراض على مستوى الدولة، حيث أن الأعباء المترتبة من انتشار هذه الأمراض وعوامل خطورة ذات العلاقة تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية الشاملة بدولة الكويت، مما يستدعي معه
إلى تكثيف وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة ووزارة الدولة ومنظمات المجتمع المدني. السادة والسيدات الحضور الكرام، لم يعد خافياً على أحد الآثار الصحية الخطيرة التي تترتب على مرض السمنة، حيث أنها سميت بحق أم الأمراض، فالسمنة هي السبب الرئيسي للأمراض السارية غير المعدية، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الوعائية وداء السكري من النوع الثاني، بل وتبين حديثاً إنها أحد العوامل التي تؤدي إلى عدة أنواع من السرطانات. وقد أصبحت السمنة وباءً عالمياً تعاني منه أغلب دول العالم، وليست منطقة الخليج العربي استثناءً، بل أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر إصابة بالسمنة. وزيادة الوزن بسبب تراجع معدل النشاط البدني وانتشار الأنماط الغذائية عالية السعرات الحرارية والدهون. وتبين من الإحصائيات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة السمنة بين السيدات في الكويت بلغت 49.8% وبين الرجال 37.5%. ولإدراكها بأهمية الصحة في مستقبل الشعوب، فقد قام وزراء الصحة بمجلس التعاون الخليجي بتبني وثيقة المنامة لمكافحة الأمراض غير المعدية في عام 2011، والتي كان من أهدافها مواجهة عوامل الخطورة شعار الأمراض لهذه الأمراض. وقد تم اختيار موضوع الوقاية من السمنة وتحديدا تحت شعار وزني مسؤوليتي لانطلاق أول أسبوع خليجي لتعديل الصحة، لما للسمنة من تأثير بالغ على انتشار معظم الأمراض المزمنة غير السارية. وفي إطار توحيد الجهود لمكافحة السمنة، يعمل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي على تبني رسالة وأهداف استراتيجية واحدة ووضع خطط مشتركة لمواجهتها. ومن أهم التدخلات الوقائية والعلاجية التي تأتي برامج التوعية المستمرة. وبمناسبة تخصيص الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة لرفع الوعي بمرض السمنة، فلقد قامت وزارة الصحة الكويتية بإعداد برنامج توعوي متكامل يصل إلى كافة الفئات المستهدفة للتحفيز على الالتزام بالغذاء الصحي والنشاط البدني كخطوة أساسية للوقاية وعلاج السمنة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، مما يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل مواجهة هذه القضية الوطنية. وختاماً، نشكر كافة القائمين والمشاركين في تنظيم هذا الأسبوع التوعوي، ونسأل الله أن يوفقهم ويتوج الجهود المبذولة بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن عرض فيلم خاص عن الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة. الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة، الوقاية من السمنة 2015. استثمار صغير فرق كبير. إن 70% من حالات السكري من النوع الثاني بالإمكان منع حدوثها، وذلك عن طريق ممارسة النشاط البدني وتناول الأكل الصحي. كل ذلك يساعد على التقليل من عدد الحالات بمعدل 150 مليون بحلول سنة 2035. نشاطك البدني المعتدل ونظامك الغذائي سبيلك للوقاية من السمنة. النشاط البدني سبيلك للوقاية من الأمراض، فاجعله جزءا من نمط حياتك. الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة، الوقاية من السمنة 2015. هدفنا تعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر السمنة، وخاصة بعلاقتها بالأمراض المزمنة غير السارية. تعزيز المسؤولية الذاتية للفرد والأسرة في مكافحة السمنة. رفع الوعي بأهمية النشاط البدني وأثره الإيجابي على الصحة. تحفيز جميع أفراد الأسرة من جميع الفئات العمرية على ممارسة النشاط البدني. الأسبوع الخليجي الأول لتعزيز الصحة، الوقاية من السمنة 2015، مع تحيات المكتب الإعلامي. سالم الكندري، رئيس قسم الطب الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي، لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. طبعا نشكر اللجنة المنظمة على
دعوة في تقديم محاضرة، إن شاء الله تكون شيء بسيط ومبسط عن السمنة ودور المجتمع والأفراد في الوقاية منها والتقليل منها ومن تقليل آثارها الجانبية. السمنة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هي من أهم وأخطر الأمراض اللي تسبب الأمراض، وهي من الأمراض المهمة في القرن 21 واللي تؤدي كثير من الأمراض. انتشار السمنة في دول الخليج طبعا هي من أكبر الدول على مستوى العالم إن لم تكن الأولى، حيث تشير الإحصائيات عندنا في الكويت يمكن دول الخليج مقارنة بدول الخليج هي تأتي في المركز الأول بتقريبا 70% وأكثر، يليها دولة الإمارات ثم المملكة العربية السعودية. حسب الدراسات السمنة أيضا منتشرة في الكويت، فالنساء تتغلب فيها نسبة السمنة عن الرجال، ولكن أيضا يظل نسبة كبيرة بين الدول، وهي تأتي في المرتبة الأولى على مستوى العالم حتى تسبق الولايات المتحدة الأمريكية. في دراسة أجريت بجامعة الكويت على شملت أكثر من 400 رجل وامرأة، تبين نسبة السمنة فيهم أيضا تصل إلى 70%. السمنة وطرق قياسها، هناك عدة طرق قياسية لكن أشهرها اللي هي قياس مؤشر الكتلة اللي هو Body Mass Index، قسمة الطول على الوزن مربع. السمنة تندرج أكثر من 30% حسب هذه القياس مؤشر الكتلة، وأيضا هناك طريقة قياس الخصر، فقياس بالسنتيمتر أكثر من 90 سنتيمتر في الرجال و80 سنتيمتر في النساء. السمنة عبارة عن زيادة في الطاقة تحصل عليها الجسم من السعرات الحرارية، عالية السعرات الحرارية، في المقابل نقصان الطاقة المفقودة وقلة الحركة والتمارين. عوامل بيئية كثيرة تعمل على زيادة السمنة، منها الأكل بكثرة وبشراهة عندما نكون سعيدين، عندما نكون غاضبين، أيضا مناسبات اجتماعية الكثيرة خاصة في منطقتنا ومنطقة الدول العربية عندنا الكثير من المناسبات الاجتماعية. في أيضا ملاحظ في أمريكا الشمالية قبيلة الهنود الحمر كانوا من أسرع الأشخاص في السابق، ولكن مع تغير النمط الغذائي الحديث فأصبحوا من أكثر الأشخاص متانة، فمن كانوا الأسرع أصبحوا الأسمن. أنت ما تأكل وما تشرب، كثرة السعرات الحرارية تزيد السمنة. الاهتمام بنوعية الغذاء ليس فقط الكثرة والنوعية الغذاء، فالوجبات السريعة وكثرة مطاعم الوجبات السريعة حاليا تؤدي إلى زيادة نسبة السمنة وزيادة نسبة السعرات وزيادة نسبة الدهون في هذه الوجبات. بالمقابل الاكثار من الخضروات والفواكه يعمل على تقليل السعرات الحرارية في مقابل كثرة الفيتامينات والمواد المعدنية اللي يحتاجها الجسم. المشروبات الغازية نسبة كبيرة منها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، ملاحظ أيضا المشروبات الغازية دارجة متوفرة في جميع الجمعيات والمراكز، يحصل عليها الصغير والكبير، فأيضا توعية من ناحية التقليل من هذه المشروبات الغازية. توزيع الوجبات أيضا التركيز على وجبة الإفطار أكثر من التركيز على الوجبات المتأخرة في الليل أو العشاء، فيفضل الأكثر من وجبة الإفطار بأكل صحي. الحركة والنشاط أيضا كثرة قلة الحركة تؤدي إلى زيادة في الوزن، لذلك نجد أصحاب المهن اليدوية والمجهدة والشاقة أقل سمنة من أصحاب المهن المكتبية. قبل الممارسة الرياضة بعض النصائح ممكن يأخذها الأشخاص، السير إلى السيارة، استخدام السلالم المصاعد بدلا من المصاعد، الذهاب إلى المكاتب والحركة بدل الجلوس لفترة طويلة. حساب السعرات يأتي دور الفرد في حساب السعرات الحرارية خلال اليوم، كم يأخذ من سعرات حرارية وكم نسبة الحركة اللي يمارسها خلال اليوم.
أيضا احتياطات يجب أخذها قبل ممارسة الرياضة، منها الملابس المناسبة، منها تناول سوائل خاصة في الأجواء الحارة لدينا في الكويت ودول الخليج، أيضا استخدام الأحذية المناسبة لتقليل من آثار السمنة وآثارها على الجهاز الحركي، منها الخشونة وإصابات المفاصل. مرضى القلب والسكر، طبعا لدينا نسبة كبيرة من أمراض السكر، لذلك يجب أخذ الاحتياطات خاصة في مرضى السكر عند حدوث أعراض هبوط السكر، منها رجفان القلب، رجفان، تعرق زائد، دوخة، فهذه كلها أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان. وأيضا مريض القلب يحتاج إلى مراجعة واستشارة الطبيب في نوعية التمارين المطلوبة قبل ممارسة البدء في التمارين. أيضا القدوة هذه أمر أساسي، رب الأسرة الأفراد هو من ينقل العادات السيئة وينقل العادات الصحية، فكل ما كان لدينا قدوة ينقل العادات الصحية السليمة تنتقل من الأطفال إلى الكبر. والسن ليس عذر، جميع الأشخاص، هذه امرأة يمكن في روسيا في أوكرانيا حسب ما أعتقد أكثر من 74 سنة ما شاء الله تمارس الرياضة بشكل دائم. رياضة المشي هي من أبسط الرياضات، ولكن من البسيطة والمتوقع أن الجميع يستطيع فعلها، غير مكلفة، لها مجهود مكلف، وأيضا تحتاج الممارسة وتشجيع من الأصدقاء وتشجيع من الأفراد. السمنة لا تجري في العائلة، ولكن لا أحد يجري في العائلة، هذه عبارة تنتقل، أن قلة الحركة تؤدي إلى السمنة، ولكن كثرة الحركة تقلل من هذه السمنة. تحرك، امشي، اركض، الغذاء مع الرياضة يعادل الصحة، هذه معادلة أعتقد الأفراد كأفراد تبدأ من الأفراد وتبدأ في المنظمات المجتمعية والحكومية في هذا، وأعتقد جزء من هذا الدور اللي يقوم في هذا الأسبوع التوعية في الخليجي جزء مهم يبدأ من الأفراد ويبدأ بالحكومات. شكرا. أما الآن نبقى مع عرض فيلم أنشطة وفعاليات الأسبوع الخليجي الأول بالكويت. وهذه الفعالية بس لتوعية الناس في الأساليب الخاطئة في حياتهم من نوعية الأكل وقلة الحركة والمشاكل اللي ممكن تحدث من وراء هذه السمنة، هي أمراض كثيرة. نتمنى للجميع السلامة واتباع إرشادات التغذية. المعرض شمل على عديد من الجوانب، منها الجانب التوعوي من خلال الفتيبات والبروشورات وطرق التوعية الإعلامية، كذلك التوعية عن طريق تغيير النظام الصحي للمريض من حيث
أما الآن نبقى مع كلمة رؤساء لجان تعزيز الصحة بالمناطق الصحية يلقيها بالنيابة عنهم الدكتور عادل التركيت رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة العاصمة الصحية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الحضور الكريم دكتور قيس الدويري وجميع المسؤولين، ونشكر جميع المشاركين في هذا الحفل الكريم. حقيقة أن وزني مسؤوليتي شعار رائع جدا ورسالة رائعة جدا، لأن أكثر الناس إذا حدثته عن الوزن يقول والله عزائم وظروف وراثة ويتعلل بأشياء كثيرة يعلق بها هذه الأعذار. حقيقة الوزن مسؤولية الشخص، وزني مسؤوليتي شعار رائع جدا جدا. أذكر لكم بعض الأمثلة والقصص في هذا الجانب. أنا رحت كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية يقطنها أكثر من 50 مليون نسمة، رحت لها مدة أسبوع كامل وتجولت في شوارعها ومولاتها، وجدت شيء عجيب. بحثت عن واحد سمين، واحد فقط لم أجد، ما أدري يمكن كان من خشين ولا شيء، بس المهم واحد، لم أجد واحد سمين في كوريا أسبوع كامل. ألوف رأيت من الرجال والنساء. ليش؟ شمعنا هذه الدولة؟ عندهم ثقافة، عندهم صور ذهنية صحيحة، وعندهم كلتشر، وعندهم أشياء صحيحة يطبقونها وينفذونها. رحنا المطعم مع 3 كويتيين ما شاء الله، واحد سمين كلش، طلبنا سيفود، أعطونا كل واحد صحن صغير عيش أبيض معاه شوية وشوية مقبلات. هذا احنا 4 كنا، هذا واحد بالكويت يلفهم لف كلهم. بس كلتشر، هذه ثقافة صحيحة، شعب كامل محافظ على وزنه. ما نقول والله ان قلة لك، لا، دولة غنية جدا جدا. رحت جنوب افريقيا، جنوب افريقيا نفس الشيء، دولة مثل اوروبا، متقدمة جدا جدا جميع الصناعات وكل شيء فيها، ودولة خضراء وجميلة جدا، عكس بالضبط كوريا، كل أسمان. في المؤتمر كنا، مؤتمر قعدت أسبوع كذلك، الشرطيات مالت المؤتمر الداخلية أكثرهم شرطيات وكذا، كلهم أسمان، واحد أسمن من الثانية. أقول شنو هذا؟ سألت ولا لقيت إن فيه فعلا ثقافة خاطئة جدا. في الطعام أكلهم أكثر أكلهم نوع من الذرة، يطحنونه ويأكلونه كميات كبيرة جدا، لذلك السمنة عندهم عالية. فهي ثقافة وهي سلوك، الصحة سلوك، الصحة سلوك، ما في غير. هذه على الدول. نأتي على بعض الأمثال، بعض الأشياء. أنا أسوي تمارين في حمام السباحة، أروح رأيت، وهذا أكثر من مرة رأيته أو كثير رأيته، رأيت سباح ماهر جدا جدا يسبح بطريقة ماهرة، بعدين خرج ولا فيه شلل أطفال بالرجلين، ولكن صدره قوي جدا جدا ويسبح. ما منع هذا الشلل بأن يمارس الرياضة، لحس بالمسؤولية، وزني مسؤوليتي. مثال آخر، عندنا عيادة الأصحاء من زمان، هذا راجعت وحدة كويتية فيها شلل الأطراف السفلية على ويلشير، بس لياقة وصحة. قلناها شو تسوين انت؟ قالت ألعب رياضة ومارس الرياضة يوميا. شو تمارسين؟ حمل الأثقال. ها النساء حمل الأثقال. قالت أنا أشيل 90 كيلو، 90 كيلو. طيب هذه ما منعها هذه الحالة بأن تحس أن في صحة وفي مسؤولية ذاتية أن تسوي الأشياء هذه. المهم وزني مسؤوليتي شعار رائع جدا جدا، لازم الواحد يحطه ولازم ننشره بين الناس. ما يصير كل واحد نقول له أنت وزنك. مرة أشوف واحد سمين، سمين بطريقة كبيرة وكرش كبير، أقول له أنت سمين وكذا، قال لي لا أنا وزني عريض، عظامي عريضة. قلت له طيب الكرش هذا في عظام؟
فالمسألة ترى التبريرات والأعذار سهلة جدا جدا يسويها، بس الواحد إذا حط بباله وزني مسؤوليتي، مسؤوليته هو الذاتية الشخصية، ينسى هذه الأشياء. نكفي أن نعلم مقارنة بسيطة بسيطة على خطورة السمنة، أن اللي يموتون من السمنة 3 مليون نسمة في كل عام، 3 مليون نسمة حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. اللي يموتون من الإيدز، الإيدز ويعتبر أشرس الأمراض أو أكثر الأمراض المعدية، 1.5 مليون نسمة في كل عام. اللي يموتون من الهيباتايتس بأنواعها، التهاب الكبدي، 1.5 مليون نسمة، نصف عدد وفيات السمنة. اللي يموتون من التيوبركلوزز السل، 1.5 مليون نسمة، نص وفيات السمنة 3 ملايين. اللي يموتون من عدم ممارسة الرياضة، الكسل والخمول. يقول والله مالي خلق مارس، مالي خلق، هو هذا السبب. 2.5 مليون نسمة يموتون من عدم ممارسة الرياضة، 2.5 مليون نسمة. هذه كلها إحصائيات منظمة الصحة العالمية. فيموت من السمنة أكثر من هذه 3 ملايين نسمة، إلا إن شيء واحد يفوق السمنة بالضعف اللي هو التدخين، يموت منه في كل عام 6 ملايين نسمة تدخين. المهم إن هذا الشعار شعار جميل جدا وشعار رائع جدا، ينبغي أن نبعثه في نفوس الناس وفي نفوس الأطفال، إن وزني مسؤوليتي مو مسؤولية أي واحد ثاني. شكري لكم يعني الحضور، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. ولا يفوتنا اليوم أن نتذكر مناسبة خاصة ومهمة في مسيرة العطاء والتميز، فلنشاهد معا هذا الفيلم الخاص. تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بمرور 40 عاما على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون الخليجي. 40 عاما من العطاء المتواصل، 40 عاما من التميز المستمر، 40 عاما من الإبداع اللامحدود، 40 عاما من التاريخ المشرف. 40 عاما هو عمر تلك الشجرة التي زرعها الرواد من مؤسسي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. فكل الشكر والتقدير إلى كل من ترك بصمة مشرفة في تاريخ هذا المكتب العريق، وكل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا الحفل الجميل ولو بالشيء القليل، وكل الشكر والتقدير إلى كل الحضور الذين شرفونا بحضورهم، وكل الشكر إلى كافة القيادات التي بذلت أقصى الجهود لظهور هذا الحفل بالمظهر اللائق. شكرا لكم من القلب، شكرا لكم، شكرا. مع تحيات المكتب الإعلامي. وأما الآن نبدأ بتكريم المشاركين باحتفال أسبوع الخليج الأول لتعزيز الصحة. معالي وزير الصحة الدكتور علي العبيدي. تكريم وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي. تكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور قيس الدويري. تكريم السيدة سعاد العنزي من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي. تكريم مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور طارق الجسار. مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور فهد الفودري. تستلمه بالنيابة عنه الدكتورة الأستاذة الزهرة. مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور جمال السلطان أو من ينوب عنه. مدير منطقة الأحمد الصحية الدكتور عبد اللطيف السهلي أو من ينوب عنه. مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور عادل العصفور أو من ينوب عنه. يستلمه الدكتور سالم الكندري. مدير مستشفى الأميري الدكتورة أفراح الصراف أو من ينوب عنها. مدير مستشفى الجهراء الدكتور قالب المطيري أو من ينوب عنه. مدير مستشفى الفروانية الدكتور حمود الزعبي أو من ينوب عنه. مدير مستشفى العدان الدكتور بدر العتيبي أو من ينوب عنه. مدير مستشفى الطب الطبيعي الدكتور صلاح الشايجي أو من ينوب عنه. رئيس الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء الدكتورة نجاح الزنكي أو من ينوب عنها. تستلمه بالنيابة عنها دكتورة نادية الشاهين.
رئيس الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الدكتور حسين المطيري أو من ينوب عنه. رئيس الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمد الصحية الدكتور فهد العازمي أو من ينوب عنه. رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة العاصمة الدكتور عادل ملا حسين. رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الجهرة دكتور سامية الطاهر. رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الفروانية الدكتور عبد الله حيدر. رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة حولي الدكتورة صديقة بوعليان أو من ينوب عنها. رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الأحمد الصحية الدكتورة حمدية الفضلي. تكريم الدكتورة نادية الشاهين. تكريم الدكتورة وفاء الكندري. رئيس قسم الطب الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي. تكريم إدارة التغذية والإطعام. رئيس قسم خدمات العلاج الطبيعي. تكريم مدير جمعية صندوق إعانة المرضى. الأستاذة ليلى الآغا من قسم التغذية بمستشفى العدان. رئيسة اللجنة الاجتماعية لمعالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم أو من ينوب عنها. السيد خليل إبراهيم من مجموعة الصحة والسلامة.